قدوميها محكمة الدستورية ايه دستور جاهي جمهورية الصومالي الآن بروفيسور آدم حاج علي أحمد أيام مدحناها جمهورية الصومالي الآن مدن موسي بيح عبدي هرتيس كوداريي حمنها كوميشن كدورشوين كقرنكا عصب ايه أو أفر حمنود أو قراها وكيلة ايه جمهورية الصومالي الآن دوان أي أنسحيين دارت حمنهن أي وحلو عسكري قضبكا بقولي سجال يلا باتناد ايه دستور كجمهورية الصومالي الآن iyo qodobka 42aad ee xeerka 2022-ka ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaan gelinta codbixiyasha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la dardaarmay xubnaha la dhaariyay ee komishanka cusub ee doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xeerbeegti ka garniqi doonta doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhawaad komishanero أفرباتهين ده أنت أيه شقاوة أكسن يسود وورس وهذا شقايب هير قرمة إلى هاي ذلك إياكم إيش كي يقولي است مشاكل كذا لكم حكي عليها أنا قطع سبعة ذي فرح مردينا ذي الأرش قوة دمات وأيو إمك ماشي حلك كلايم تعسوا قل مكان قضاء ما أنتوا يبعد دروا هوش وصاحب أرتنا حريص صح بقول فاكم بجري من هذه الداري ما شفته تلاحظوا حوي سواء أرضي شقيت ده واحد يجود عرس ونسوي نصيحة ذيك أنت أي سواء بحياة إن شاء الله مركز سواء فلسطين وين جوه الرياض وفلي أي رئيس كلام هذا وطه أنت عايز سؤال من الساعة أنا هؤلاء الناس ولا ما نيا لا تروح إذا فصح الساعة حقوق أساسية إن شاء الله ده وأكبر وانك فصح علي صور نقطة كم با سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يمكن ان يكون هناك من 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 يمكن ان